بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. الأحداث مهمة جدا في الساعات الأخيرة. خلاص الأهلي في النمسا، عنده معسكر إعداد، بدأت التدريبات، ولكن الأحداث في مصر خلال الساعات الأخيرة فيها تفاصيل كثيرة جدا قبل بداية الموسم في الأيام القليلة المقبلة. الفترة اللي جاية بنتكلم على بداية مع مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في لقاء السوبر الإفريقي، وبعدها عندك لقاء مؤجل مع سان جورج الأثيوبي في دوري أبطال إفريقيا، بعدها لقاء الإياب مع سان جورج في إياب الدور التمهيدي الثاني لدوري أبطال إفريقيا، بعدها عندك الاستعداد للدوري الأفريقي الممتاز، وبتتخلل هذه الفترة مباريات المنتخب الوطني والأجندة الدولية سواء في شهر 9 أو في شهر 10، ولغاية دلوقتي مش قادرين نتكلم على مباريات الدوري العام أو استكمال مباريات الكأس المتبقية من العام الماضي، نظراً لأن لسه اتحاد الكرة ورابطة الأندية لم تحدد أي مواعيد. وعلى هذا الأساس النادي الأهلي النهاردة كان ليه موقف رسمي بخصوص البطولات المحلية خلال الفترة اللي جاية. هنستعرض ده، وكمان النهاردة عندنا انفراد جديد عشان نبقى قفلنا الملف الإفريقي والملف الدولي قبل ما نتكلم على الفترة اللي جاية وإيه اللي هيحصل في المباريات المحلية، لأن النهاردة عندنا الميعاد الرسمي اللي حدده الاتحاد الافريقي لمباراة الاهلي وسان جورج الاثيوبي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لدوري ابطال افريقيا. حلقة فيها كواليس كتيرة وتفاصيل مهمة، ولكن عشان وقت الحلقة نبدا بسرعة بسؤال حلقة النهاردة. وسؤال حلقة النهاردة، بما اننا خلاص مقبلين على قرعة السوبر ليج السبت اللي جاي، فعايز اعرف من وجهة نظركم مين اقوى منافس للاهلي في بطولة الدوري الافريقي الممتاز لكرة القدم؟ هل ممكن يكون الوداد، سان داونز، الترجي، مازيمبي؟ هل ممكن فريق من الفرق التصنيف الثاني اللي هتقع مع الأهلي في القرعة يوم السبت اللي جاي؟ كل واحد يدخل ويشارك معانا من خلال صفحاتنا على السوشيال ميديا عشان أستعرض في الجزء الأخير من برنامج الترند وجهة نظركم في أقوى منافس للأهلي في بطولة السوبر ليج، بطولة الدوري الإفريقي اللي خلاص كل تفاصيلها اتحددت خلال الفترة اللي جاية. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثة، وكمان كاف يحدد موعد مباراة الأهلي وسان جورج الأثيوبي. وفي الترند المحلي، فيتوريا يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس. قلت لحضراتكم خلاص في حاجات كتيرة بتتحدد الفترة الجاية، ولكن الموسم المحلي لسه محلك سر، مفيش حاجة واضحة لا في اتحاد الكورة ولا في رابطة الأندية. عشان كده النهاردة النادي الأهلي كان ليه موقف رسمي بالتأكيد هستعرضه في باقي فقرات برنامج الترند. طيب النهاردة مباريات الأدوار التمهيدية لدوري أبطال أوروبا، ومباريات دوري أبطال أوروبا بدأت منذ اليوم. النهاردة الساعة 10 مساء في مباراتين في توقيت واحد، جلطة سراي التركي في الساعة 10 من مساء اليوم بيستضيف مولدا بطل النرويج، وفي نفس التوقيت أيضا بانثنايكوس اليوناني بيستضيف سبورتينج براغا البرتغالي. خلاص الدوريات الأوروبية اشتغلت، مباريات الدوري الأبطال أوروبي النهاردة اللقاءات التمهيدية، ومع حلول شهر 9 هندخل بقى في المنافسات، سواء المنافسات هنا في مصر أو حتى قوة المنافسات خارج القارة الإفريقية وتحديدا في القارة الأوروبية. نخرج إلى فاصل ثم نعود بعد الفاصل. في غضب وزعل عند قطاع كبير جدا جدا من الأهلاوية. ليه؟ النادي الأهلي عشان بيستعد للموسم الجديد وعنده مدير فني أجنبي بيشتغل وعايز يفهم الموسم اللي جاي هيشتغل إزاي، أول بطولة عندي إمتى، مبارياتي الفترة اللي جاية هستعدلها ازاي، عايز اعمل برنامج اعداد. ده ألف بي على فكرة. وحتى النهاردة فيتوريا لما اتكلم في معسكر المنتخب وان المفروض بداية الموسم تبقى معروفة من بدري، على فكرة ده كلام صح جدا، والنادي الأهلي كان بيشتغل على ده، والنادي الوحيد في المنظومة كلها اللي كان بيناقش وعايز يعرف الموسم هيبدأ ازاي. والكلام ده الأهلي ما عملوش على فكرة مع الاتحاد المصري بس، ده عمله مع الاتحاد الافريقي. الأهلي بعت على فكرة 3 خطابات للاتحاد الافريقي عشان ميعاد السوبر مع اتحاد العاصمة الجزائري. يعني الناس بس ما تكونش فاكره ان الاهلي ما بيتكلمش الا مع الاتحاد المصري، لا ده الاهلي بعت 3 خطابات بالعربيه وبالفرنسيه للاتحاد الافريقي عشان يسال على ميعاد السوبر، موقف السوبر، هلعب السوبر امتى؟ شهر 8 هيبقى صعب، 1/9 هيبقى صعب. فكان في اتصالات.
وكان في ردود على فكره من الاتحاد الافريقي والمواعيد، يعني الناس كانت عارفه مسبقا ان في اتجاه انه يحصل كذا كذا في موضوع السوبر الافريقي. ولكن ليه الاهلاويه زعلانين؟ وليه قطاع كبير جدا من الناس اللي بتحب الكوره وبتعشق الكوره زعلانه من اللي بيحصل في الشان المحلي؟ لان مفيش نظام ومفيش ناس بتواجه ومفيش ناس صريحه. كله بتزعلوش مني، كله بيستخبى، محدش عايز يطلع يقول يا جماعه الموسم اللي جاي وضعنا كذا. اخر حجه واخر عذر، اخر حجه واخر عذر كان عند اتحاد الكوره، وكان دايما الاستاذ عامر حسين اللي انا بكون ليه كل تقدير واحترام كان يطلع يقول لك اصل مستنيين موقف السوبر ليج، مستنيين موقف كاس العالم للانديه، مستنيين موقف السوبر الافريقي، كل ده اتحدد. بعد كده قال لك ايه؟ اصل مستنيين موعد اللقاء المؤجل بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في دوري ابطال افريقيا. طب ده كمان اتحدد يا حاج عامر. عشان كده الاهلي النهارده لما رد على عدم الاستجابه في موضوع البطولات المحليه وان في كمان بطولات مستحدثه خلال الفتره اللي جايه، الاهلي بيتكلم هو على ارض صلبه. ليه؟ وده خبر رسمي بعلنه من خلال برنامج الترند. الاتحاد الافريقي حدد موعد لقاء الذهاب بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لتقام المباراه احد ايام 22 او 23 او 24 شهر 9. ثاني، الاتحاد الافريقي حدد بشكل رسمي ونهائي موعد اللقاء المؤجل بين سان جورج الاثيوبي مع الاهلي في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لتقام المباراه احد ايام 22 او 23 او 24 من شهر 9 المقبل. السوبر الافريقي مع اتحاد العاصمه 15/9، فعلى طول الاتحاد الافريقي اجل لقاء الاهلي، واجل اتحاد العاصمه على فكره لقاءه ايضا في كاس الكونفدراليه الى احد ايام 22 او 23 او 24/9. لسه بقى اليوم اللي هيختاره النادي الاثيوبي نادي سان جورج للمباراه، هتقام على ارضه في ذهاب الدور التمهيدي الثاني. فبالتالي كل الاستحقاقات الافريقيه اتحددت. هتقول لي السوبر ليج عندك الفورمات وعندك البرزنتيشن الخاص بالسوبر ليج، اتحاد الكره عنده المواعيد، اتحاد الكره عنده نظام البطوله، محدش يطلع يقول لنا يا جماعه احنا ما عندناش حاجه. والله عندكم كل حاجه. عندك السوبر الافريقي ميعاده امتى؟ والخطاب الرسمي جه لاتحاد الكره، واتحاد الكره اللي بلغ الاهلي. عندك الفورمات والبرزنتيشن الخاص بالسوبر ليج الدوري الافريقي ومعاده من 20 اكتوبر ل 11 نوفمبر. والسوبر ليج خدوا بالكم هيتلعب بعد اجنده 10، المنتخب عنده اجنده في 10. السوبر ليج هيبدا بعد 3 ايام من اجنده منتخبنا في شهر 10. اهي مشكله جديده ممكن تحصل كمان الفتره الجايه، عشان لعيبه الاهلي هتلعب يوم 20/10 خارج مصر من دلوقتي، اهو بنتكلم عليها اهو من دلوقتي، عشان عندك اجنده في 10. المنتخب لو هيلعب في اجنده 10 يا ريت ما يختارش اخر يوم في الاجنده، لان الاهلي عنده مباراه يوم 20/10 خارج مصر. القرعه هتتعمل السبت اللي جاي، فهنعرف الاهلي هيلعب امتى وهنلعب مع مين. فالسوبر الافريقي اتحدد، ماتش سان جورج اتحدد، السوبر ليج اتحدد، كاس العالم للانديه اتحدد، اول ماتش للاهلي 15 ديسمبر، والقرعه يوم 7/9 هنعرف مين اللي هيواجه الاهلي، اتحاد جده السعودي ولا الفريق المكسيكي ولا اوكلاند سيتي ولا الفريق الياباني بطل اسيا. كل حاجه اتحددت. واحنا هنا الحمد لله يمكن قدر الامكان من بعد الاجازه، ده الاسبوع الثاني، قبل ختام الاسبوع الثاني جبنا كل التفاصيل، حطينا الورق كله على الترابيزه وقدمناه لكل الساده المسؤولين وللجماهير. فبالتالي النادي الاهلي النهارده لما يطلع ويخطر اتحاد الكره بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثه، موقف رائع وممتاز جدا، لان انا خلاص انا استنفذت كل الطرق الممكنه لمخاطبتك عشان اعرف ايه اللي هيحصل في الموسم المحلي. استكمال مباراه الكاس هتبقى امتى؟ السوبر وضعه ايه؟ يعني لو نبص كده ونقرا ونتمعن في خطاب النادي الاهلي، الخطاب بيقول ايه؟ ارسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري اكد فيه على انه سوف ينتظر موافاته بموعد بطوله السوبر التي تقام سنويا من مباراه واحده بين بطلي الدوري والكاس، حيث بطلي الدوري والكاس، حيث يتطلع فريق الاهلي للدفاع عن لقب البطوله الذي يحمله، لانه اخر نسخه الاهلي فاز على بيراميدز في البطوله، وهيشارك فيها، الاهلي هيشارك فيها سواء بنظامها الحالي او اذا طرأ تعديل على هذا النظام. شريطه، هنا في شرط بقى، ان تظل هذه البطوله حال تعديل نظامها
استمرارا لبطولات السوبر المصريه في الاعوام السابقه. ما هو مش منطقي لما تعمل تحديث على شكل البطوله تقول لي اللي فات مات، لا انت لازم تكمل ولازم اللائحه تستمر بنفس البطوله اللي فاتت بالبطوله اللي جايه، انت زودت بس عدد المباريات، عملت تعديل على نظام عدد المباريات. طيب اخترتني؟ لا ما اخترتنيش. هل قلت البطوله مكمله للبطولات اللي فاتت؟ لا. هل البطوله هتحمل نفس الرقم او رقم جديد يلي البطولات بتاعت العام الماضي؟ لا. هل البطوله بذات نفس اللوائح بتاعت البطولات اللي فاتت؟ برضو لا. الاتحاد ما بيقولش حاجه، الاتحاد ما بيجاوبش على حاجه، الاتحاد ما بيردش على حاجه. طيب الاهلي كمان اكد في خطابه على ضروره تلقي من اتحاد الكوره وبشكل عاجل شروط البطوله وتفاصيل حقوقها التسويقيه وجوائزها الماليه. هي القصه مش المواعيد بس عشان الجهاز الفني، ما انا كمان عندي حقوق تسويقيه لازم اعرف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، هكسب كام من البطوله، البطوله وحصل تعديل فيها هتبقى مربحه ماليا ليا ولا هتبقى الليله كلها خسرانه. ده اي حد بيشارك في بطوله لازم يحصل كده. السوبر ليج عشان الاهلي يشارك فيه الناس عملت ورش عمل واجتماعات ومناقشه للوائح على مدار سنه كامله. لائحه السوبر ليج لغايه دلوقتي لسه ما طلعتش لانها بتتناقش ما بين الانديه في ورش العمل. يعني الناس بتناقش بعضها لما بتيجي تعمل بطوله جديده، لكن حضرتك رحت عملت بطوله جديده وخدت قرارات ومضيت وعملت كل حاجه ولغايه دلوقتي انت مش عايز تقول للنادي الاهلي الموقف ايه؟ خايف من ايه او قلقان من ايه؟ كانت الحجه والاعذار اصل لسه البطولات الافريقيه مش متحدده، فمش هقدر احدد ميعاد كاس السوبر للانديه الابطال المسمى الجديد للبطوله يعني، فمش عارف لسه هعمل ايه. طب كل الاعذار خلصت، كل الحجج انتهت، والنادي الاهلي النهارده لما بعت ده بناء على ان خلاص الخريطه قدامه وضحت، عرف ماتش سان جورج اتاجل وهيتلعب امتى، السوبر ليج امتى، الدوري الافريقي، ماتش اتحاد العاصمه امتى، كل حاجه اتحددت. لذلك النادي الاهلي في خطابه وفي ختام الخطاب قال ايه؟ وبخصوص اي بطولات مستحدثه من جانب الاتحاد، قال الاهلي في خطابه: نخطركم مبكرا وقبل الاعلان عن اي تفاصيل خاصه بهذه البطولات بان النادي يجد صعوبه بالغه في المشاركه فيها. يجد صعوبه بالغه في المشاركه فيها، ليه؟ في ظل ازدحام الموسم القروي الجديد بالعديد من البطولات المحليه والقاريه. خلاص ما انت فات الميعاد. عارفين الاغنيه الجميله؟ اغاني الزمن الجميل فات الميعاد. كلمتك مره ما ردتش، بعت لك في الثانيه ما بصتليش، وجهتك في الثالثه عملت نفسك مش شايفني، خلاص انت حر، فات الميعاد يا فندم. كتير بكلمك وبقول لك عايزين نعرف الخريطه، مش عايز ترد لوائح البطوله، مش عايز تفيدني. خلاص كولر حدد خريطه الموسم الجديد، انا داخل على دوري، كاس مصر القديم، كاس مصر الجديد، كاس الرابطه اللي غالبا هيتلعب اثناء مباريات مصر في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، وعندي السوبر الافريقي والسوبر المصري اللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه وضعه، وكمان عندي كاس العالم للانديه، وعندي الدوري الافريقي السوبر ليج. 8 بطولات حقي كنادي وحقي كجهاز فني اعرف هشارك في ايه. هل هشارك في الثمانيه؟ لو الخريطه واضحه في الثمان بطولات والمواعيد والموسم واضح بالنسبه لي هشارك، لو حقوقي واضحه هشارك، لكن على المستوى القاري والدولي حقوقي واضحه، على المستوى المحلي لا، حقوقي مش واضحه، بل بالعكس في بعض الاحيان بحس، وقطاع كبير من الاهلاويه، وده الغضب اللي عند الاهلاويه، حاسين ان في الناس بتحاول تدوس على الاهلي باي شكل من الاشكال. ليه؟ مش قادر افهم، رغم ان النادي الوحيد اللي بيمثل مصر خارجيا بشكل مشرف هو النادي الاهلي، ولكن في قطاع كبير من الاهلاويه شايفين ان النادي الاهلي، الناس القائمين على اداره الكره في مصر، لا تتعامل معاه بما يتماشى مع الاهلي في المحافل القاريه والدوليه. يعني انا بقول لكم في موضوع السوبر الافريقي، الاهلي بعت للاتحاد الافريقي 3 خطابات بالعربيه والفرنسيه، وبيناقش وبيسال وبيستفسر عن كل ده، وكان بيبقى فيه اتصالات وفيه مناقشات. ما طلعش الاتحاد الافريقي قال لك اصل انا مستني السعوديه ترد، اصل انا مستني اشوف الملعب يبقى فين. لا، الناس كانت بتتناقش وكانت بترد وكانت بتتعامل، لكن هنا محدش عايز يرد، وبالتالي الاهلي خلاص طبقا للخطاب ارتبط رسميا بالمشاركه في البطولات الافريقيه الجديده، ابرزها الدوري الافريقي بجانب بقيه المسابقات المحليه والافريقيه. يبقى اي بطوله مستحدثه يا فندم انا مش معاك،
حضرتك انت اللي غلطان مش انا اللي غلطان. انا حددت الاجنده بتاعتي، عرفت ماتشاتي امتى. هلعب سوبر 15/9، هواجه سان جورج يوم 23/9، عندي الاياب مع سان جورج يوم 30/9، مشغول بالدوري الافريقي من 20/10 ل 11 نوفمبر، عندي كاس عالم انديه من 15/12. مبارياتك المحليه بقى سكنها في الجدول، لو لقيت توقيت يناسبك مبروك عليك، لكن انا مش هيناسبني الا اللي انا شايفه في مصلحه النادي الاهلي وجمهوره في المقام الاول. ده جزء مهم جدا كان لازم نبدا بيه عشان نوضح للناس المسؤوله ان الاعذار والحجج انتهت خلاص، ما عندكش عذر ولا اي حجه في الفتره اللي جايه. ومن بدري اهو اجنده شهر 10، يا ريت وانت بتسكن مبارياتها الوديه للمنتخب راعي ان الاهلي عنده ماتش يوم 20/10 في السوبر ليج خارج مصر. من بدري من بدري، والاجنده عندك والفورمات عندك يا حاج عامر، وانت عارف ان كل ما يتعلق بالسوبر ليج موجود في الاتحاد، والاتحاد عنده خلفيه بما يحدث، بدليل ان لو ولا بلاش دي خليها مره تانية، لان لو الاتحاد طلع قال احنا ما نعرفش حاجه عن السوبر ليج هنشر صور هفرج مصر كلها ان وفد السوبر ليج لما كان بيزور اي دوله وبيزور اي نادي كان مين من الاتحادات كان بيحضر مع النادي يشوف موضوع السوبر ليج، لان في كل زيارات وفد السوبر ليج لمصر ما كانش مندوب واحد من اتحاد الكره بيحضر، ورشه العمل ما كانش فيه واحد من اتحاد الكره بيشوفها. وانا بتكلم على مين؟ مش بتكلم على موظفين، انا بتكلم على مجلس اداره اتحاد الكره، لان انا عندي صوره هستعرضها لو حد في الاتحاد طلع قال احنا ما نعرفش حاجه عن السوبر ليج، لا هوريك الاتحادات اللي بره لما الانديه جات لها الوفود بتاعت الشركه الايطاليه للورش العمل مين كان بيستقبل الوفود ومين كان بيعمل اجتماعات عشان يعرف حق الاتحاد وحق النادي وجدول البطوله هيبقى ازاي، لان هنا كان في تقصير. كل اعضاء مجلس اداره اتحاد الكره من اول استاذ جمال علام لغايه اخر عضو محدش فيهم فكر في مره يحضر او يستقبل وفد السوبر ليج ولا مره، ولا حد حتى فكر ان يجي النادي الاهلي يحضر ورشه العمل رغم ان بره حصل ده. طيب دي جزئيه. الجزئيه الثانيه وهنركز بقى مع الاهلي في حلقه النهارده، لان الاهلي خلاص بدا العمل، والاهلي حاليا على فكره مش في رحله نزهه، ده الاهلي في معسكر شاق جدا في النمسا عشان الموسم اللي جاي اللي انا استعرضت بطولاته خلال الفتره اللي جايه. كل التفاصيل وكل الكواليس هنرحب من خلال زميلنا فاروق صلاح موفد قناه الاهلي اللي موجود حاليا في النمسا عشان نتعرف منه على اخر الاخبار والاجراءات والترتيبات في معسكر الاهلي، وده اول لقاء لزميلنا فاروق صلاح في برنامج الترند. فاروق مساء الفل، الحمد لله على السلامه. الاجواء في اوروبا وفي النمسا، كل التفاصيل بالتاكيد من خلالك. برحب بك يا محمد، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. اجواء يا محمد اكثر من ممتازه، اجواء اكثر من رائعه من رائعه، مع بروده شويه في الطقس يا محمد، لكن ان شاء الله الاجواء بتبشر، ان شاء الله بدايه برودة. موسم يكون سعيد ان شاء الله يا محمد. بالظبط يا محمد، يعني عايز اقول لك ايه، لسعه الهواء ولذه الهواء دي بصراحه يعني مفتقدينها شويه نسبه الى مصر، لكن الاجواء هنا محمد يعني بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي، معسكر ان شاء الله نتمنى يكتمل بالصوره المطلوبه والمرجوه باذن الله، ونطلع من المعسكر بدون اصابات باذن الله يا رب، وتكون بدايه موفقه باذن الله، ونكون بدايتها باذن الله مع مباراه السوبر باذن الله يا محمد. باذن الله. طب هبدا معاك، والاول كده انت يبدو انك في مقاطعه بعيد عن العاصمه فيينا، المكان فين؟ الأجواء اللي انت فيها؟ هل سبق قبل كده لفرق أوروبية أقامت معسكرات في نفس المكان؟ والأخبار اللي عندك بخصوص الفريق أكيد. يعني خليني اقول لك يا محمد، احنا في مقاطعه باد تيتزمندورف، ودي بتبعد عن فيينا بساعه ونصف، ودي المكان المخصص دايما لمنتخب النمسا. وليه مستر مارسيل كولر وافق ان هو يعني يختار هذا المكان؟ هو طبعا لسابق توليه القياده الفنيه لمنتخب النمسا، كان دايما المكان المفضل ل يعني منتخب النمسا واغلب الفرق في اوروبا. بالمناسبه ليفربول كان عمل معسكر اعداد يعني سابق هنا في هذا المنتجع. تقدر تقول يا محمد في هنا بعض الاجهزه وبعض الامور اللي مش متوفره في اي مكان، سواء في اوروبا او في افريقيا او في الشرق الاوسط.
هنتكلم هنا طبعا المنتجع محمد، يعني انت عارف ان المحيط يعني بيحيطوا اللون الاخضر من كل مكان، وانت عارف ان دي دايما الامور المميزه للريف الاوروبي. هنا بتتكلم على 5 ملاعب، منهم 4 ملاعب للنجيل الطبيعي وملعب للنجيل الصناعي. بكلمك يا محمد في رقم يتجاوز اكثر من 30 حمام سباحه، اكثر من 20 مغطس، تكلم على غرف ساونا، يعني ارقام بكلمك في ارقام بتتجاوز ال 20 وال 25، منهم غرف ساونا محمد بالثلج، ودي مش موجوده في اوروبا غير في مكانين، المكان ده هو واحد من هذه الاماكن. طبعا وجود ملاعب للاداء لبعض الانشطه الترفيهيه، تقدر تتكلم محمد ان المكان ده فيه كل الامور اللي يحتاجها الجهاز الفني او المنظومه النادي الاهلي في بدايه فتره الاعداد، خاصه في الشق البدني اللي هنا يعني تيتسيان اندويا، يتفقد كافه الامور، ما فيش حاجه يحتاجها بره، يعني الاجهزه الطبيه، الامور الخاصه بالنواحي البدنيه للنادي الاهلي موجوده هنا. ايضا الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي، كافه الامور اللي هتحتاجها في الريكفري والاستشفاء الخاص باللاعبين متوفره هنا في هذا المكان. اختيار موفق جدا جدا يا محمد لمجلس اداره النادي الاهلي، اختيار موفق جدا للطاقم الاداري في النادي الاهلي. زي اقول لك السرعه اللي تم انهاء فيها كافه الامور، التأشيرات، الأمور دي كلها أمر طبعا بيحسب للمسؤول النادي الأهلي والجهاز الإداري في النادي الأهلي، ممثل طبعا في الكابتن خالد بيبو والكابتن سمير عادل. طيب فاروق، أسألك على موضوع الإصابات، لأن عارف لسه الأهلي بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، ولقينا كده 3-4 لعيبة داخلين في معدل إصابات غريب شوية، السلية، طاهر، ياسر، عايزين نطمن على أكرم وكريم، أكيد هيبقى في زيارة للخبير النمساوي. يعني التقيت أنت بدكتور تامر النهاردة رئيس الجهاز الطبي، عايز أعرف أبرز كلامه، طمنك على حالة اللعيبة. خالد عبد الفتاح كمان، يعني محمد خليني يعني ناخد الموقف ده او الملف ده بكده يعني بتفاصيل مهمه جدا. طبعا انا كان ليا لقاء مع الدكتور تامر ابو العينين رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. خليني اقول لك اللي بدا تحضيره واعداده لهذا المعسكر بدءا من القياسات البدنيه طبعا اللي تم اجراءها للفريق في الملعب التيتش، واللي يعني اقول لك بنتائج مبهره جدا، ان دلت يا محمد بتدل على امر مهم جدا، بتدل ان احنا ماشيين صح، انت بتبني على الامر اللي كان موجود. واعتقد ان الحاله البدنيه اللي كان عليها لعيب النادي الاهلي لجانب بعض الامور الطبيه سهلت كتير جدا عليك في موضوع القياسات. نبدا يا محمد بالامر الخاص باكرم توفيق وكريم فؤاد. خليني اقول لك ان غدا بمشيئة الله هيتم عرض أكرم توفيق وكريم فؤاد على الطبيب فينك، الطبيب النمساوي اللي كان أجرى ليهم جراحة الرباط الصليبي. دكتور تامر أبو العينين عايز يطمن منه على كافة الأمور قبل طبعا ما اللعيبة تاخد بقى، يعني كريم وأكرم بياخدوا جزء من المران الجماعي، لكن عشان أقدر أدي لك اللعيب ده خلاص جاهز دي المشاركة رسميا. خليني أكد لك أن هذا الأمر إن شاء الله كريم وأكرم هيكونوا جاهزين للمشاركة الرسمية، تبقى غدا إن شاء الله هيكون في فحص من الدكتور فينك. عايز نتكلم نقطة تانية محمد على طاهر محمد طاهر ياسر إبراهيم. طاهر محمد طاهر وياسر إبراهيم يعني اقول لك النهارده موجودين في المران الجماعي للنادي الاهلي، وبالامس كانوا موجودين ايضا في التدريب الجماعي للنادي الاهلي. بطمنك ما فيش اي مشكله خلاص بالنسبه لياسر ابراهيم او بالنسبه لطاهر محمد طاهر. طاهر النهارده التمرين بالكامل، يعني بالامس ايضا طاهر ياسر ابراهيم ادوا التمرين بصوره كامله، فيش اي مشكله. يعني لو في ماتش لبكره تقدر تقول ان طاهر او ياسر ابراهيم ان شاء الله يكونوا موجودين مع الفريق النادي الاهلي للمشاركه من اللحظه اللي انا بكلمك فيها. السلية. بالنسبه لعمر السلية طبعا الدكتور تامر ابو العينين السلية، بالنسبه لعمر السلية دكتور تامر ابو العينين وضح لنا ان طبعا في بعض الالام في العضله الخلفيه، لكن اللاعب يعني بدا بالبرنامج التاهيلي بتاعه من الامس، والنهارده كان في جزء من البرنامج التاهيلي لعمر السلية. اطمنك عليه ان شاء الله عمر السلية يعني ماشي بخطى ممتازه جدا في البرنامج التاهيلي بالنسبه له، وهيكون جاهز ان شاء الله للدخول في المران الجماعي للنادي الاهلي. خالد عبد الفتاح بطمنك انه ايضا شارك في المران الجماعي الامس واليوم، فبقى اكد لك جاهزيته ايضا. دي كلها يعني تقدر تقول ابرز الامور الطبيه اللي بنتكلم عليها الخاصه بالفريق اللي طمنا من خلالها، وطمنا من خلال الدكتور تامر ابو العينين على هذه الامور وايضا على القياسات الطبيه اللي تم اجراها للاعبين. طيب خالد عبد الفتاح يا فاروق، يعني انت معنى كلامك كده ان ممكن يكون جاهز لماتش السوبر الافريقي، رغم الناس كانت شايفه ان ممكن خالد اصلا ما يرجعش للماتشات او التدريبات الا على اول 10. لا خليني يا محمد اكد لك ده يعني بصوره قاطعه، خالد عبد الفتاح جاهز للمشاركه في مباراه السوبر الافريقي، باكد لك هذا الامر النهارده. يعني
بالظبط يا محمد، خليني اكد لك ان خالد عبد الفتاح شارك بصوره كامله. يعني انت عارف يا محمد بدايه فتره الاعداد انت عارف يعني بتحتمل على كثير من الجوانب البدنيه في احمال كتير جدا. النهارده خالد عبد الفتاح بيظهر بصوره كامله جدا ومهمه جدا، يعني من الامور المهمه جدا انا الحاله اللي احنا شايفينها على اللاعبين يا محمد. يعني لكن انا بطمنك وباكد لك على جاهزيه خالد عبد الفتاح ان شاء الله جاهز لمباراه السوبر الافريقي. طيب التدريبات صباحيه ومسائيه يوميا، والمباراه الوديه الاولى امتى ومع مين؟ بالظبط يعني بالظبط يا محمد، خليني أأكد لك ان يعني بالنسبه للتدريبات الفريق بالامس ادى مران الاول في النمسا، خلاص بدانا من اليوم بقى التدريب على فترتين، فتره صباحيه بتتمام الساعه العاشرة والنصف، ثم الفتره المسائيه بتكون في تمام الساعه الخامسة بتوقيت النمسا، السادسة بتوقيت القاهره. اللي انا لمسته محمد من امبارح والنهارده عايز اتكلم على رضا سليم، يعني رضا سليم يعني من اللي احنا شايفينه في التدريبات ان شاء الله يا محمد اتوقع يكون واحد من اهم الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها في الفترة الأخيرة، سريعا دخل في الأجواء. وهنا محمد بتكلم على دور كباتن النادي الأهلي، بتكلم على الشناوي، على رامي ربيعة، العمر السلية، بتكلم أيضا على دور علي معلول. يعني علي معلول دايما اللعيبة اللي جاية من شمال إفريقيا بيكون حلقة وصل كبيرة جدا وبيسهل هذه الأمور. رضا سليم بشوفه في التدريبات ظاهر بصورة أكثر من ممتازة، أيضا بأكد لك على جاهزية طبعا إمام عاشور، اللعيبة اللي هي المنضمة حديثا يا محمد لعيبة بتظهر بشكل مميز جدا. أيضا أنت بتتكلم على قفشة، يعني اللي أتوقع واحد من اللعيبة اللي إن شاء الله يكون ليه موسم مهم جدا. كهربا بكلمك على ياسر ابراهيم، بتتكلم على محمد عبد المنعم، على كافه اللاعبين علي معلول، محمد هاني، كريم فؤاد، واكرم طبعا. توفيق، مروان، وديانج، بيرستاو، كافه اللاعبين يا محمد باكد لك ان شاء الله اللي احنا لامسينه من اللاعبين في جديه. اللعيبه خلاص نسيت الموسم الماضي أكيد. نسيت الخمس بطولات، لا احنا عايزين بطولات، الحفاظ عليهم هيبقى صعب جدا، وعندنا معترك افريقي طبعا هينطلق اللي هي مباراه او دوري السوبر الافريقي. طيب مباراه وديه، اخر سؤال يا فاروق، اتحدد ميعادها امتى ولا لسه؟ وهل في اكتر من مباراه؟ يعني خليني يا محمد احسم لك ان هذا الامر ممكن هتبقى فيه مباراه، يعني المباراه وحيده حتى الان اللي يعني تم الاستقرار عليها من المنتظر، يعني هيتم تحديدها غالبا ممكن تكون يوم 5/9، لكن هذه يعني الامور في بعض الامور طبعا بيتم مناقشتها خلال الساعات القادمه، هل من الممكن يكون في مباراه ثانيه وديه او لا؟ دي تقدر تقول يعني الامور اللي حتى الان يعني بيتم الاستقرار عليها، لكن تقدر تقول ان في مباراه وديه تم الاستقرار على هذه المباراه، هل هيكون في مباراه او لا؟ ده اللي يعني هيظهر خلال يعني ال 24 ساعه القادمه باذن الله. تحياتي ليك يا فاروق، بشكرك، بشكر عويضه كمان على الشغل اللي موجود في النمسا، بصراحه انتم مش سايبين اي هفه او اي لقطه، كل احنا عايشين معاكم في قلب المعسكر، فنتمنى لكم التوفيق باذن الله، والايام القادمه اكيد هيكون عندك مستجدات وتفاصيل اكتر. شكرا ليك زميلنا فاروق صلاح، موفد قناه النادي الاهلي حاليا في النمسا مع معسكر الفريق. دي كانت أخبار مهمة وتفاصيل مهمة من معسكر الأهلي في النمسا. نخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نواصل. طيب آخر أخبار الترند النهاردة هيكون فيها تفاصيل مهمة جدا، نروح بسرعة والبداية من ترند الأهلي. والبداية في ترند الأهلي النهاردة على موضوع منتخبنا الوطني، خاصة بعد إعلان قائمة المنتخب وعدد اللاعبين اللي تم استدعائهم لمعسكر المنتخب. حساب في الجول اتكلم وقال: مصدر من الاهلي اللي في الجول ردا على استدعاء لاعبي الفريق لمنتخب مصر. كنا عارفين ان في اربع لعيبه النهارده، روي فيتوريا اعلن انضم لمنتخبنا في معسكر شهر 9، الشناوي، محمد هاني، محمد عبد المنعم، ومروان عطيه. دول الاربع لعيبه اللي هيكونوا في منتخبنا من النادي الاهلي. المصدر قال ان اتحاد الكره رفض مقترح الاهلي وتمسك بفكرة استدعاء اللعيبة، وبصوا بيقولوا رفضنا مقترح اتحاد الكرة وتمسكنا بطلبنا بعدم استدعاء اللاعبين، ثم فوجئنا بضم اللاعبين الأربعة. اتحاد الكرة عرض علينا فكرة ضم اللاعبين الأربعة الذين تم استدعائهم بحيث يتركون لنا ثلاث لعيبة عقب مباراة إثيوبيا، ويستمر محمد عبد المنعم فقط في ودية تونس، ولكننا رفضنا المقترح وتمسكنا بطلبنا بعدم استدعاء اللاعبين، ثم فوجئنا بضم اللاعبين الأربعة. نعم، الثلاثي علي معلول وأليو ديانج وبيرستاو تم استدعائهم لمنتخبات بلادهم، ونحاول رفقة اللاعبين الاتفاق مع اتحادات ومنتخبات بلادهم الثلاثة تونس ومالي وجنوب إفريقيا لإقناعهم بالتخلي عنهم أو على الأقل إعادتهم بحد أقصى يوم، هو 9/9 مش 9/8، هو بس في الجول كتب التاريخ غلط، يوم 9/9. في النهاية المنتخب خد اللعيبة طبقا للوائح وطبقا للأجندة الدولية، ولكن أنا هفكر كابتن حازم إمام المشرف على منتخب مصر
موقف حصل من سنة. كان فريق الزمالك عنده مباراة ودية في قطر في افتتاح ملعب من ضمن الملاعب اللي هتستضيف لقاءات كأس العالم، وكان عنده بعدها مباراة مع فريق ألكت تشادي في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، وكانت المباراة في مصر، مباراة تمهيدية وفي مصر، يعني ما كانش محتاجة أزمة أو مشكلة لأن كان لسه عندك لقاء عودة، أو كنت أنت لعبت لقاء الذهاب وحققت نتيجة كويسة. عموما جه وقتها اتحاد الكرة وروي فيتوريا والكابتن حازم عمل حاجة جميلة قوي. لعبة الزمالك اللي كانت في المنتخب خرجت من المعسكر، راحت لعبت ماتش الزمالك ورجعت تاني للمعسكر في إطار مساندة الكابتن حازم وجهاز المنتخب لنادي الزمالك في البطولة الإفريقية، لأن ده كانت مباراة تمهيدية في دور الأبطال. ولكن الموقف اختلف لما الأهلي طلب عدم استدعاء اللاعبين على الأقل، يعني على الأقل في مباراة تونس، عشان عنده مباراة بعدها ب 48 ساعة ببطولة، مش ماتش تمهيدي بقى في دوري الأبطال مع بطل تشاد، ده بطولة السوبر الإفريقي مع اتحاد العاصمة الجزائري اللي هيحضرها رئيس الاتحاد المصري الأستاذ جمال علام، وهيكون موجود على المنصة لما الأهلي يفوز إن شاء الله بالبطولة، وهيقول أنا رئيس الاتحاد اللي فريقي أو البطل من بلدي، زي ما وقف على المنصة في أكتر من سنة نتيجة إن الأهلي وصل فاينل كسر البطولة، سواء بطولة إفريقيا، بطولة السوبر، كأس العالم للأندية. ما كل ما الأهلي بيكون موجود في بطولة وفايز ببطولة، رئيس الاتحاد بيسافر وبيحضر في المقصورة الفي آي بي وبينزل على المنصة، لأن ده رئيس الاتحاد البلد اللي فيها نادي كسب البطولة. فالأهلي رايح يلعب مع اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15/9، يسيبوا اللعيبة؟ لا، ما سابوش اللعيبة، خد أربع لعيبة، الشناوي وهاني ومنعم ومروان عطية. الموقف إيه؟ محدش عارف. النهاردة فيتوريا تسأل سؤال واضح، هل بعد مباراة إثيوبيا ممكن تسيب لعيبة الأهلي؟ قال لهم إحنا قبل كده بعد المباراة الأولى لما بنحقق الهدف اللي إحنا عايزينه بنشوف مين ممكن نريحه وما ناخدوش في المباراة التانية. فبالتالي الراجل ساب الموضوع عايم جدا، ما اداش قرار حاسم، ودي مشكلة الاتحاد، محدش فيهم واضح أو صريح أو بيواجه أو يقول هنعمل كذا وكذا. لكن في الماتش اللي كان الزمالك مشغول فيه ببطولة ودية أو مباراة ودية وماتش تمهيدي ضعيف جدا مع فريق بطل تشاد، يعني مش موجود على الخريطة الإفريقية، كابتن حازم تدخل وأقنع فيتوريا إن اللعيبة تخرج. لو حازم طلب من فيتوريا، فيتوريا هيوافق، لكن يبدو المرة دي إن محدش طلب من فيتوريا حاجة، بل بالعكس لو قال لك إيه؟ أصل دي وجهة نظر فنية، الراجل هو اللي هيقرر. وشفنا القرار، وشفنا تدخلات، وشفنا مين جوه الاتحاد بيدافع عن مين، والمصالح بتتضارب. طيب، حساب في الجول، مصدر من الأهلي اللي في الجول. لماذا لا يتعامل اتحاد الكرة معنا مثلما فعل مع الزمالك عندما أخرج لاعبي من معسكر منتخب مصر من أجل بطولة ودية كانت تسمى سوبر كاس لوسيل؟ ده الكلام اللي قلته من شوية، لأن قطاع كبير جدا من الأهلوية شايفين الأمور واضحة جدا. على فكرة يا جماعة، لو منتخب مصر في الأجندة دي عنده مباريات رسمية ومباريات مهمة وتصفيات قوية، لكن المنتخب تأهل، فالهدف يعني مش مطروح بنسبة 100%. ومحدش يجي يقول لي أصل اتحاد الكرة غصب عنه مظلوم هيعمل إيه، ما الاتحاد الإفريقي حدد. ما أنت لو عندك حد في اتحاد الكرة ليه صوت قوي مع الاتحاد الإفريقي، ما كانش الاتحاد الإفريقي عمل كده مع الاتحاد المصري ومع الأندية المصرية أو مع الأهلي تحديدا آخر 3 سنين. الاتحاد المصري مالوش صوت في الكاف. هل في تواصل مع المهندس هاني أبو ريدة من قبل اتحاد الكرة؟ لا، مفيش. موضوع السوبر الافريقي الاهلي هو اللي كان بيتكلم فيه مع الكاف، مش الاتحاد المصري. الاتحاد المصري مش معانا خالص، مش موجود خالص معانا. الناس مش موجوده، الناس مركزه بس في السفريات، في الرحلات، نهائي كاس عالم للسيدات يطلع 3، كونجرس الاتحاد الافريقي في الكوت ديفوار يطلع 3، بطوله وديه في اتحاد شمال افريقيا تصفيات ملهاش اي لازمه، الاتحاد كله هناك. الاتحاد بيعمل ادوار اتحاد جيبوتي ما يعملهاش، اتحاد جيبوتي ما يعملهاش. حساب الوطن سبورت، رسالة خاصة من كولر للاعبي الأهلي في بداية معسكر النمسا، قال لهم جملة أو كلمتين مهمين جدا، إحنا مش في رحلة، إحنا جايين نشتغل، هنركز. المعسكر ده هيبقى مرآة، مين هيبقى معايا بشكل أساسي ومين من بدري كده مش هيبقى معايا، فكل واحد لازم يركز ويشتغل. فاللعيبة فاهمة كويس قوي رسالة كولر، إحنا في النمسا مش جايين رحلة،
احنا جايين نشتغل لموسم صعب جدا، ربنا يكون في عون اللعيبه والجهاز الفني. طيب كرة 11 بيقولوا تغيير مفاجئ لم يكن في الحسبان بخصوص المباريات الوديه التي سيخوضها الاهلي خلال معسكره التحضيري في النمسا. تصريح للاستاذ خالد المنشاوي نائب سفير مصر في النمسا قال ان ما تحددش اي مباراه وديه، ده ردا على احدى الفرق في النمسا في الدرجه الثالثه قالوا ان في مباراه وديه يوم الاربعاء، ولكن يبدو ان لسه ما فيش حاجه رسميه لغايه دلوقتي. وتاكيدا لده زميلنا فاروق صلاح من شويه كان معانا وقال ان المباراه الوديه الوحيده المحدده هي يوم 5/9، فلغايه دلوقتي لسه ما فيش تاكيد على اي مباراه وديه ثانيه، وننتظر نشوف الساعات القادمه. سبورت 360 مصريه عملوا احصائيه على محمد الشناوي في دوري الموسم الماضي، قالوا لعب 29 مباراه، خرج بشباك نظيفه في 18 لقاء واستقبل 13 هدف وعمل 66 تصدي، منهم 34 داخل منطقه الجزاء و32 خارج منطقه الجزاء، دقه التمرير 66.4. تقييمك لموسم الحارس كام من 10؟ ده بقى طبعا للساده المشاهدين والمتابعين لو عايز يدي رقم على تفوق الشناوي من خلال الارقام دي، يعني انا اعتقد ما يقلش عن 8.5. بالتوفيق يا رب للشناوي في الموسم الجديد. كوره بلس والتوفيق كمان للحراس اللي معاه حمزه علاء ومصطفى شوبير ومخلوف. بيقولوا في كوره بلس ان وكيل احمد قندوسي في تصريحاته نصر يحيى قال ان اللاعب تلقى عروضا من انديه تشارك في الدوري الاوروبي بجانب عروض جزائريه، ولكنه فضل ان يكون تحت انظار كولر. ده فعلا حقيقي حصل. نصر يحيى وكيل قندوسي قال ان قندوسي كان عنده عروض من اوروبا وانديه جزائريه كانت عايزاه. فعلا المولوديه عرض ضم احمد قندوسي، شباب بلوزداد عرض ضم احمد قندوسي، حتى العرب الكويتي كان عايز يتعاقد مع احمد قندوسي، ولكن احمد قندوسي وافق على الاعاره لان كولر قال له انا عايز اتفرج عليك في الدوري المصري، تبقى تحت اعين الجهاز الفني عشان نشوف مدى استعدادك للانضمام في الموسم الجديد. فدي تصريحات مهمه جدا من وكيل قندوسي على فتره الاعاره. حساب اتحاد الكره والترند المحلي والنهارده فيتوريا في مؤتمر صحفي اعلن قائمه المنتخب، القائمه النهائيه 26 لاعب في معسكر شهر 9، المعسكر هيبدا يوم 4 ويختتم يوم 12، هنلعب مباراتين مع اثيوبيا في اخر لقاء في التصفيات المؤهله لكاس الامم في الكوت ديفوار، اللقاء ده يوم 8 في استاد الدفاع الجوي، واللقاء الاخر مع تونس يوم 12/9. اللعيبه 4 لعيبه من الاهلي، الشناوي وهاني ومنعم ومروان عطيه، ولكن القائمه قدامكم اهي على الشاشه 26 لاعب فيها طبعا عدد من المحترفين ابرزهم محمد صلاح وعمر مرموش، ومحمد شريف انضم للمعسكر كاول معسكر ليه وهو محترف في الدوري السعودي. طيب في الجول اتكلم على قائمه منتخب مصر وخروج تريزيجيه للاصابه واحمد حمدي اللاعب المحترف في الدوري الكندي، خرجوا من قائمه المحترفين رغم الاثنين كانوا من ضمن قائمه التسع لعيبه المحترفه اللي اعلنها فيتوريا منذ عده ايام. حساب كرة بلس فيتوريا قال اللاعب الذي يستدعى للمنتخب لا يجب أن يشتت بأي شيء يخص نادي. فيتوريا كان في المؤتمر بيتكلم كلام منطقي على واحد بيستعد للأجندة اللي جاية، مدرب منتخب عايز ينجح، ولكن في ختام المؤتمر رمى كده كلام ما كانش يليق بمدرب لمنتخب مصر، قال لو عندنا احنا مشاكل ممكن أتقبل ده لأن لو فشلنا فيها يبقى احنا المسؤولين عنها، ولكن لا أتمنى أن تكون في مشاكل كتيرة خارجية تؤثر على استعداداتنا. كلامه كده مش ظريف لأن احنا بنتكلم على بطولة رسمية واستعدادات خاصة بالنادي الأهلي، فما ينفعش تقول أنك لو فشلت هيبقى الفشل جاي بسبب أطراف خارجية. فكرة أنك توجه الكلام على تحركات الأهلي، الأهلي بيدافع عن سمعة مصر في المملكة العربية السعودية لما يلعب السوبر الإفريقي، الأهلي مش راح يلعب بطولة ودية في افتتاح ملعب. فالناس بس المسؤولة لازم تكون حريصة على التصريحات، لأن البداية كده يبدو إن في حد بيقول لفيتوريا يقول إيه وما يقولش إيه. اليوم 7 منتخب مصر يقترب من مواجهة زامبيا وديا في أكتوبر المقبل، أجندة شهر 10 فيها مباراتين، يبدو إن المباراتين بتقترب من مواجهة زامبيا والجزائر، دول أقرب مباراتين ممكن منتخبنا يلعبهم في شهر 10 اللي جاي. وعلى فكرة بالنسبة للمنتخب ما عندوش أزمة في التصنيف، يعني فكرة اللي أنا محتاج اللعيبة عشان الماتشات وحسن من التصنيف، يا فندم خلاص قرعه كاس العالم اتعملت وانت على راس مجموعه، وقرعه كاس الامم في شهر 10، اجنده 9 مش هتاثر عليك قوي لا قدر الله حتى لو خسرت الماتشين، يعني انت كده كده تصنيفك رقم 5 في افريقيا،
وكاس الامم عارفين كاس الامم ست مجموعات، ست مجموعات كل مجموعه فيها اربع فرق، فانت على راس الست مجموعات، يعني انت على راس المجموعات او المنتخبات السته اللي هتكون على راس المجموعه، فالتصنيف مش هيأثر عليك اساسا يعني. طيب ملعب القاهره 24 وفكره مين مدرب المنتخب مواليد 2005، اتحاد الكره بيفكر انه يعين ميكالي بعد تجربته مع المنتخب الاولمبي يكون مدربا لمنتخب مصر 2005 والاعلان خلال ساعات. طيب اليوم السابع وخبر ايمن دجيش يتقدم باستقالته من لجنه الحكام الرسميه، من لجنه الحكام بشكل رسمي كده، دي تاني استقاله من اللجنه، يعني يبدو كده ان فيتور بيريرا رئيس اللجنه مش حاطط ايمن دجيش في التشكيل الجديد زي برضو توفيق السيد، فالكابتن ايمن دجيش تقدم باستقالته. اتمنى له التوفيق. كابتن ايمن دجيش من الحكام الدوليين الممتازين جدا، حاول يشتغل في الموسم الحالي مع عدد كبير جدا من المساعدين، صعد كبير جدا عدد كبير من المساعدين، ولكن اتمنى له التوفيق. حكم بقدره بشكل كبير، حكم عنده خبرات كويسه، مش هحطه في مقارنه مع توفيق السيد. ايمن دجيش اشتغل وحتى لما قدم استقالته استقال بشكل هادئ جدا، واتمنى له التوفيق. بالتوفيق ليك يا كابتن ايمن خلال الفتره اللي جايه. طيب السؤال اللي طرحناه في بدايه الحلقه، مين الفريق اللي ممكن يكون منافس قوي للاهلي في السوبر ليج في الدوري الافريقي؟ رمضان حمدي بيقول كل الفرق المشاركه مميزه بطبيعه الحال، بس اكيد الاهلي هو المنافس الاقوى لاي فريق، بس اكتر الفرق المشاركه، اكتر الفرق المشاركه اصحاب الاداء المميز في السنوات الاخيره، الوداد وصن داونز وباذن الله اللقب الاول اهلاوي. نستعرض المشاركات. استاذ محمد بيقول مساء الخير يا استاذ محمد، اقوى فريق منافس للاهلي في بطوله الدوري الافريقي الممتاز هو فريق صن داونز، لانه فريق يمتلك العديد من اللاعبين الشباب وبيلعب كره قدم سريعه. تحياتي لحضرتك. على فكره سيمبا السنه دي عمل صفقات مميزه، الوداد عمل قايمه جديده، فالمنافسه هتبقى قويه جدا. استاذ سامي بيقول تحياتي يا استاذ محمد وفريق العمل، اعتقد ان كونها اول بطوله ستكون المنافسه قويه جدا وكل الفرق ستسعى لحصدها، لكن الواقع بيقول ان اقوى منافس للاهلي هو فريق صن داونز والوداد. استاذ عمرو بيقول احنا دايما ما يفرقش معانا من اقوى منافس، كلهم اقوى وان شاء الله هنكسب كل الفرق اللي هتلعبنا في البطوله دي، وهنكسب البطوله باذن الله بالعزيمه والاصرار والروح، باذن الله نفوز بالبطوله. جمهور الاهلي العظيم واثق في لعيبته. تحياتي ليك يا استاذ محمد والفريق العمل، اهلاوي انا والفخر ليا. شكرا ليك يا استاذ عمرو. استاذ سامح بيقول البطوله فيها سبع فرق لهم الحق في التنافس والمنافسه على الوصافه للاهلي الكبير، لكن لافريقيا بطل واحد وزعيم واحد هو سيدها وسلطانها نادي القرن العشرين والقرن الواحد وعشرين، ولا يوم يبعثون. الاهلي على العهد دائما، الكل يعيش الوهم والبطوله للاهلي، اهلاوي انا والفخر ليا. الجمهور مشتاق للعوده للمدرجات عشان الاهازيج والهتافات في تشجيع الاهلي خلال الموسم الجديد. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وغدا لقاء جديد في برنامج الترند. شكرا والى اللقاء.